السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد بنتكلم فيه على واحد من أهم، في رأيي أهم برامج أو أهم واجهات المستخدم اللي موجودة على أندرويد، اللي هو مايكروسوفت لانشر. بالمناسبة الفيديو ده هتلاقوه بالطول، لأن أنا برضو بتكلم على حاجة عن الموبايل، فالأفضل إن أنت تشوفه على الموبايل، هتلاقيه شكله المفروض إن هو مظبوط عن إن هو بيبقى موجود على الديسكتوب أو موجود على التلفزيون. بالنسبة لللونشر اللي قدامنا دلوقتي، الناس كتيرة بتحب الموبايل يبقى سيمبل، ما يبقاش فيه دوشة كتيرة، فده واحد من اللونشرز بصراحة الظريفة. انت اولا بتخش على البلاي ستور، بتدور على مايكروسوفت لونشر، بتلاقي دي الصفحة بتاعته، بتدوس على انستول. اول عندك اللونشر ما بينزل بيبقى بالشكل ده، بيقول لك دي الجيتنج ستارتد او البداية بتاعة اللونشر. هندوس على جيت ستارتد، هيقول لك انا امبروف، هيبعت ديتا لمايكروسوفت اوكي او نوت ناو، فممكن نقول نوت ناو. بتختار هنا الوول بيبر اللي هي خلفية الشاشة، لو انت سايب خلفية عايز تسيبها، عايز كل يوم يغير لك خلفية من بينج، تقدر انت تختارها من هنا. هندوس على كونتينيو. بيقول لك اختار الفيفوريت ابس بتاعتك اللي تحب تبقى موجودة في الواجهة. انا هختار الكاميرا، هختار البراوزر، هختار اكسل مثلا، وبعدين ادوس جيميل، وادوس ادوس على ليتس جو. زي ما احنا شايفين كده هاي حامد، بيقول لك لو هتيجي هتيجي ليفت، تدوس على ليفت كده، بيجيب لك بقى ايه حاجة اسمها جلانس. جلانس ده اللي هو ايه، مجموعة كده من البرامج السريعة اللي بيتكلم بيها هنا على ايه، حتة كده من الكالندر بتاعتك او الحاجات اللي هي ايه التقويم، بيبقى فيها مجموعة من المناسبات او الاحداث اللي انت سايبها هنا في الكالندر. تاسكات، هتعمل تاسكات او تو دو ليست بتاعتك. النوتس لو انت حاطط على الويندوز نفس الايميل، تقدر ان انت تاخد النوتس في نفس المكان هنا عندك على الموبايل. بصراحة الترتيب ما بين او يعني التعاون ما بين البرامج اللي موجودة على اندرويد والبرامج اللي موجودة على الكمبيوتر، لما بتخش بنفس الايميل بتلاقي معظم الحاجات سينكد او موجود منها نسخة هنا على التليفون. ويطلع لك هنا بقى شوية كده من البرامج اللي انت بتستخدمها، وتحت كمان تقدر انت تزود على الحاجات. التابة التانية اللي هي الأخبار، طبعا دي مجموعة من الأخبار اللي انت بتكون مهتم بيها، تقدر تعدل في الاهتمامات دي وتجيب مثلا حاجات الرياضة بس، حاجات التكنولوجيا بس، فده اللي بيبقى معروض لك هنا على الشاشة. لو دوسنا على الهوم، دي الهوم شكلها محترم جدا. البرامج اللي انا حطيتها في البداية كفيفوريت او البرامج المفضلة، كروم واكسل وجيميل حطها لي اوريدي فوق. حط لك فولدر اسمه مايكروسوفت، فولدر مايكروسوفت ده فيه بقى الاوتلوك، في مجموعة زي ما انت شايف كده برامج البرامج بتاعت مايكروسوفت، سكايب ولينكدين وكل الحاجات بتاعته حطها لك هنا. في حاجات نازلة هتلاقيها منورة، وحاجات مش نازلة تقدر انت تدوس عليها تنزلها عندك على الجهاز. في حاجة تانية مهمة جدا اللي هي الوول بيبر، تدوس على وول بيبر، غير الوول بيبر بتاعتك، تدوس تاني غير الوول بيبر. طبعا دي ازاي تغير شكل الوول بيبر الموجودة او خلفية الشاشة بسهولة. اللانشر سيتنج دي طبعا خلينا نجيبها، دي الهوم سكرين، تقدر انت تعدل في الايقونات، عايز الايقونز كبيرة صغيرة، عايز كام حاجة في الصف، كام حاجة في العمود، بتظبطه من هنا. عايز الايقونز كبيرة تخليها اللارج، تغير الفونت، عايز الفونت كبير صغير، الكلام ده كله تعديلات على حسب تعديلاتك. لو رجعت في الهوم خالص بتلاقي الايكونز كبيرة، ولما الايكونز كبرت شال السيرش. لو رجعنا تاني بتلاقي بقى ايه مجموعة من الحاجات، اهمها الثيم هنا لو انت عايز دارك مود. دلوقتي الثيم لما بتدوس عليه بيقول لك عايز اللايت ولا عايز الدارك، كده اللايت كده الدارك. لو رجعنا تاني بقى في الهوم، زي ما قلنا هنا اللي اوت بتاع الهوم سكرين، الايكونز والحاجات دي انا هخليها 4، وهخلي هخليها مثلا 5 في العمود، واربعة صفوف،
هغير، هقلل بس حجم الايكون واخلي الفونت بتاعها صغير. عايز الليبل يتحط، يعني دي كلها تعديلات في اللي اوت بتاع الابليكيشن. لو رجعنا برضو هنا في شكل للهوم، النوتيفيكيشن بتبقى موجودة ازاي، وفي حاجات طبعا ايه زيادة ما فيهاش هنا حاجة نقدر نتكلم عليها قوي، كلها حاجات عادية. في بعد كده هنا شكل اللي اوت بتاع الابليكيشنز، عايزها تبقى معروضة من فوق لتحت، وانت كل ما بتمشي بتسوايب لفوق فبيعرض لك الابليكيشنز، او لو عايزها تبقى الناحية التانية تسوايب الناحية دي. لو انا كده غيرتها، لو جبت لفوق ومشيت كده هتلاقي الابليكيشنز بتمشي الناحية دي، انما الديفولت بتاعك هي بتطلع لفوق. هنرجع تاني للسيتنج، انا هرجعها زي ما كانت فيرتيكال. اوكي، لو غيرت الكلام ده بالعربي ممكن برضو ايه تتعامل احسن من كده. خلينا هنا نرجع للهوم بيج تاني. في لو سحبت سحبة لفوق كده بيجيب لك صفين من الابليكيشنز اللي تقدر انت توصل لها بشكل سريع. في هنا طبعا اللانشر سيتنج من علامة الدايرة دي، ودول بقى بقية الحاجات التانية. كده احنا رجعنا تاني لشكل الابليكيشنز العادية. تقدر انت تعدل في الايكونز، عايز تشيل السيرش نقدر ان احنا نشيل السيرش بالشكل ده، عايز الايكونز دي تنزلها مثلا تحت بتنزلها هنا تحت في الاجزاء دي، عايز تحط الكلام ده على بعضه. يعني مثلا لو عايز حاجة مايكروسوفت على بعض، هاخد الوول بيبر احطها جوه مايكروسوفت، احطها في الفولدر، هاخد اللانشر سيتنج واحطها في هنا، وعلى اساس كده ممكن انظف الويل بيبر خالص. يعني حتى لو ده الجوجل بلاي ستور انا مش عايزه هنا دلوقتي، هعمل له ريموف. واقدر هنا كمان ازود الاوت لوك هنا في الفولدر ده وانزل دي هنا، فبقت عندي هنا الشاشة لحد كبير الدنيا فيها نظيفة ما فيهاش معلومات كتيرة. اقدر كمان اصغر حجم الويدجت، وده الشكل النهائي. انت ممكن تلعب انت بقى فيها على حسب الدنيا بتاعتك. ده دلوقتي كده الشكل الاساسي بتاعي اللي انا سايب صورتي وانا عامل كده زي عبد الغفور البرعي لما كان حاطط صورته وراه في الحيطه. فيعني كانت صوره ظريفه بصراحه، فانا حاططها على خلفيه التليفون مع وجود زرار التحكم في الاضاءه. في النهاية ده مقدمة كده، أو يعني تقريبا يعتبر كل حاجة على اللونشر بتاع مايكروسوفت. لو عجبك الفيديو ريت تعمل شير لايك سبسكرايب. شكرا جزيلا على المشاهدة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو تاني بعد كده.